واكثر موسم تعرض فيه للطرد كان الموسم الاول مع ريال مدريد عام 2006 عندما طرد 4 مرات. وهذه كره تبدو خطيره للريال في المكان الخطير. التسديده تاتي. جول جول الويلزي جاريث بيل. جاريث بيل، احنا قلنا هي مساله وقت ان نشاهد الهدف الاول لريال مدريد، لان الكتاب يقول ذلك، ولان عنوان المباراه واضح وصريح. ريال مدريد هي مساله وقت ليس الا لان يسجل الهدف الاول. صمد بلد الوليد حتى الدقيقة 33. يأتي أنخيل دي ماريا، حارس المرمى يبعدها، لكن يبعدها وين؟ يبعدها على رأس الويلزي جاريث بيل، وبالتالي يعالجها مباشرة إلى الشباك. الهدف الأول للمباراة وهو 2-0. كرة عن طريق اللاعب كارفاخال. جاريث بيل، مارسيلو، عرضية ملعوبة وكرة خطيرة. جول جول ثالث، والويلزي يسجل مرة أخرى. الويلزي جاريث بيل ليس بالقدم اليسرى وليس بالرأس يا زيزو، وإنما بالقدم اليمنى. بالقدم اليمنى. وهذا الرجل يقول ماذا عساي أن أفعل؟ ما في حلول. الداخل إلى سانتياغو برنابيو مفقود، هكذا يرى هذا الرجل المدافع. هياها هياها إلى من؟ هياها إلى اللاعب الذي بدأ الكرة وأرسلها إلى مارسيلو، وبعد ذلك تأتي في المكان السهل تماما، في المكان السهل يضع قدمه اليمنى ويذهب إلى الزميل يشكر مارسيلو. كل الأسماء الغالية جاء بها إلى طبعا معقل البرنابيو. كرة في اللحظات الأخيرة الآن، كرة تنقل إلى مارسيلو، هذه خطيرة، كرة تلعب. جول، هاتريك للويلزي، هاتريك للويلزي، أول هاتريك لجاريث بيل بقميص ريال مدريد. يسجل الهدف الرابع، يسجل الهدف الرابع. هو اللي بداها بالمناسبة. لما نشوفها من البداية أتشاهد عزيزي المشاهد بأنه من بدأ الكرة، هو اللي بداها واستمر، ما وقف، ما قالك خلاص أنا أديت اللي علي، استمر للتقدم في الأمام. ومارسيلو كان يناظر وكان يشاهد الزميل المنطلق من الخلف، وبالتالي مارسيلو في مكان سليم إلى جاريث بيل. ريال مدريد يزور شباك بلد الوليد للمرة الرابعة، وجاريث بيل يزور الشباك للمرة الثالثة.